الجهود الأوروبية التي كانت تبذل لوقف الهجرة غير الشرعية من سواحل أفريقيا باتجاه أوروبا تعرضت لهجوم شديد من منظمة العفو الدولية، إذ اتهمت المنظمة حكومات أوروبية بالتواطؤ في احتجاز مهاجرين فيما وصفته ظروفا مروعة في ليبيا. منظمة العفو وجهت انتقادا إلى الحكومات الأوروبية العازمة على وقف الهجرة عبر البحر المتوسط والتي تساعد خفر السواحل الليبي الذي اتهمته كذلك بالتورط في تجارة الرق. التقرير الذي أصدرته المنظمة الحقوقية مستندا إلى شهادات العشرات من اللاجئين أكد أن الحكومات الأوروبية متورطة عن سابق علم في أعمال التعذيب بحق عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين الذين تحتجزهم سلطات الهجرة الليبية في ظروف سيئة للغاية، ويتعرضون للابتزاز والتعذيب والعمل بالإكراه ومصادرة ما معهم من أموال. واتهمت المنظمة الأوروبيين بدعم نظام معقد لانتهاك واستغلال اللاجئين والمهاجرين يتبعه خفر السواحل الليبي ومسؤولو مراكز الاحتجاز والمهربون، والهدف هو منع المهاجرين من عبور البحر الأبيض المتوسط. منظمة العفو في أوروبا دعت الحكومات الأوروبية إلى إعادة النظر في تعاونها مع ليبيا في مجال الهجرة، ودعت المنظمة تلك الحكومات كذلك إلى الضغط على السلطات الليبية من أجل وقف ما وصفته بأعمال التوقيف الاعتباطية وإلى الإفراج الفوري عن كل الأجانب المحتجزين في ليبيا. واتخذت دول أوروبية خاصة إيطاليا إجراءات بنهاية عام 2016 بهدف إغلاق طريق الهجرة عبر ليبيا، وقامت بتدريب خفر السواحل الليبي على اعتراض المهاجرين في عرض البحر. وبعد انتشار فضيحة الرق التي تعرض لها مهاجرون في مراكز الاحتجاز بليبيا، تعهد الاتحاد الأفريقي بإعادة 20,000 محتجز أفريقي إلى بلدانهم الأصلية.